لحبيب الغالي شرحه ما بغى يسالي، مالي ربي مالي انا من دون الناس، في حياته هاني وانا وحدي نعاني، مالي ربي مالي انا من دون الناس، خلي قلبك ليك ما عندي مندر بالغرام، خلي قلبك ليك الحب معك انت حرام. دنيا عبد الله مغنيه مغربيه، يلا بديت المشوار ديالي فني، عندي ديجا 3 ديال الاعمال اللي نزلوا ودابا كنوجد الجديد ان شاء الله. اغنيه خلي قلبك ليك هي من كلمات والحان صلاح مجاهد، توزيع انس الادريسي واخراج حسن القرفطي وانتاج بلانيت كواليتي. اغنيه اللي كتكلم على واحد البنت اللي هي نيه بزاف واللي تغدرات بامال دو فوا من الحبيب ديالها حتى وصلت بها ما بقاتش قادره تصبر وقالت الحبيب ديالها خلي قلبك ليك. وهو صراحه الاغنيه كنت سمعها، يعني كانت واجده الاغنيه ماشي كانت يعني فكره وخدمناها، كنت سمعتها وعجبتني فيكو زعما انا بنت وكنسمع بزاف ديال القصص بحال هكا كيعاودوهم البنات. قلت غادي نختار زعما موضوع من المواضيع ديال الاغاني ديالي انه يكون على هذا الشكل. لا هو اول حاجه انا كنت باغا نعالج قضيه من القضايا زعما اللي كيهضروا عليهم البنات بزاف، يعني بزاف ديال البنات لا صحاباتي لا بزاف ديال البنات زعما كنسمع لي زيستوار ديالهم كيهضروا زعما بزاف على هذا الموضوع، فقررت انني غادي نهضر عليه وبيان سور زعما المشاهدات من بعد. يعني حاليا ما عنديش نهائيا هذه الفكره ديال ديو وكاع الفنانه صراحه في المستوى، ما نقدرش نعطيك اسم واحد. انا صراحه مركزه في الغناء اكثر، يعني عندي بزاف ديال الاعمال كنوجد ليها، ما كايناش فكره التمثيل حاليا، ولكن الا تعرض عليا شي دور اللي يناسبني ويليق بالجمهور المغربي علاش لا. اولا كنشكر مغارب نيوز على الوقت ديالكم، شكرا لكم على حسن الاستضافه، وكنقول للجمهور مغارب نيوز تسناو دائما الجديد ديال دنيا عبد الله وان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. شكرا لكم. لحبيب الغالي شرحه ما بغى يسالي، مالي ربي مالي انا من دون الناس، في حياته هاني وانا وحدي نعاني، مالي ربي مالي انا من دون الناس، خلي قلبك ليك ما عندي مندر بالغرام، خلي قلبك ليك الحب معك انت حرام.